كده تمام معاك اهم الست اسس ومعاهم الجوز الزغاليل. الجوز الزغاليل تحت اهم على اليمين ان شاء الله. الجوز الزغاليل الزاكي ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. كنت عايز اعطيك القص ده ان شاء الله، مع زغاليل حجمه محترم اهو ما شاء الله، لا قوة الا بالله، حاجة هتعجبك قوي يعني في الانتاج ما شاء الله. يعني انا هو احتضان من بدري، انا خدت بيضه قبل كده وحضنته تحت حمام تاني علشان كانت الزغاليل صغيره، وان شاء الله هيبيض قريب يعني اهو. لو نشوف كده الزغاليل اصور لك التاني. القص التاني، القص ده في رجله دبله خضراء والذكر في رجله دبله حمراء تمام. رائد على الحصى، تحت حصويتين بتوعهم عمرانين، وانا حاطط له كمان بيضه تانية ربنا يعينه وعارف انقل البيض يعني. عايز اعطيك القص التالت ده، معاه زغلولين وانا محضن تحته زغلول تالت كان بيتضرب اهو، ده مش بتاعهم، ده الزغلولين بتوعه، وان شاء الله يحس قريب القص ده. ده القص الاول يا استاذه، وانا علمته لك بعلامه في الجناح، ده في جناحه اليمين، ده اللي هو معاه الزغاليل دي. وده علمته لك بعلامه في راس الحمامه اهو باينه، ده اللي هو مع الزغاليل الكبيره دي بالعلامه في راس الحمامه زي ما حضرتك شايف كده. وطبعا هقص لك جناح واحد زي ما حضرتك طلب. وده القص الثالث ما شاء الله، العلامه هنا في الجناح الشمال عشان تعرف ايه الفرق، بيبقى في قص في الجناح اليمين وقص في الجناح الشمال، واضح كده. طبعا الزاجل معروفين مش هعلمهم لك بقى، هما معروفين وفيهم دبل برضو مركمه ورا بعضها يعني. شوف يا غالي انا عايز اعطيك القص ده، القص ده زاجل محترم، زاجل اصلي، شوف انتاجه من الزغاليل ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة هي زي اللحم كأنه زغلول لحم، ربنا يبارك ان شاء الله اهو. شوف الزغلول ده انتاجه، فعشان كده انا عايز اعطيك القص ده، بس هو القص ده عالي شوية عايز اعطيك كمان القص ده. انت طبعا ما قلتليش على اللون ده، لكن انا شايف ان ده حجمه محترم هيعجبك قوي. رائد على حصى اهو، ده زغلول كمان والله، ده زغاليل انا ما خدتش بالي، مش عارف بقى هنقلهم ولا حاجه، هنقل تحتها ولا لا تمام. يبقى ده التاني، هو الذكر والنتاية نفس الشكل، ذكرها اهو يا غالي. طبعا انا ملبسهم دبل بالارقام عشان تعرف تطلعه اهم، شايف الدبلة البنفسجي دي فيها رقم، هتلاقي الرقمين ورا بعض، الرقم ده مع ورا الرقم التاني، انا مدبلهم لك مخصوص. يبقى ده هنقول ان كده انا وافقت ان شاء الله، يبقى ده القص التاني. شوف لك بقى واحد اسود برضو يكون حجمه محترم، ده القص التالت اللي صورته لك الاسود اهو، ده ملبسه دبل رقم 97 و98، اظن مفيش علامات اسهل من كده، والتانيين برضو لابسين دبل بالارقام ورا بعض يعني. دي السلاكه اللي هنشحن فيها الحمام، طبعا الكرتونه مش هتتحمل لان احنا هنشحن في الحمام المنيا، وبنشحن في عربيه نقل الموبيليا، فانا فكرت ان انا اجيب له سلاكه جديده، لكن المصنع اللي بيعمل السلاكه دي او الحباسه يعني او الشياله دي ما بيعملهاش دلوقتي عشان اثار الحديد عاليه، فطبعا فكرت ان اعطيه السلكه اللي عندي او الحباسه اللي عندي دي، هنقفل على الحمام تكون جامده شويه عن الكرتونه، وبعد ما نحط فيها الحمام هنربطها بالشكاره دي. دول الثلاث اصوص لحم هما حبيبي في السلكه، بسم الله ما شاء الله، بالعلامات زي ما قلت لك، ومخروط جناح منهم، خصص لك ريش جناح واحد منهم ما شاء الله. الحمامة اهو قدامك، انا فرشت لهم حاجة كده والسلكة بدرج عشان تبقى عارف اهو بدرجها
هحط بقى فيها الزاجل. كده حطيت فيها الزاجل البديري والزاجل الاسود، لسه فيه بس اللي هو السلفر بس اللي لسه ناقص بالزغاليل بتاعته. كده تمام، معاك اهم الست قصوص ومعاهم الجوز الزغاليل. الجوز الزغاليل تحت اهم لليمين، ما شاء الله جوز الزغاليل الزاجل السلفر. ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. الشكارة دي جبت شكارة عليقة كده او خلطة، فتحتها شقتها بالنص وربطت فيها الربطة دي في الطرف، يعني فردتها بقت كبيرة. حضرتك شايف عشان نربطها في السلكة تكون قوية، يعني تكون متينة تتحمل النقل. وطبعا خرمت فيها الثقوب دي رغم ان هي مش محتاجة، يعني هي مهوية لكن برضو زيادة امان لان اللي هنشحن فيها عربية نقل موبيليا. يعني نربطها بالشكل ده، باقي بس ان انا هغطيهم كده، هغطيهم وربط الرباط اللي هو ده. القفص اهو تمام، حملته على الفيسبا ان شاء الله، عشان ايه همشي على طول بعد الفطار، كل امه صغيره كده وامشي على طول بعد الفطار عشان العربيه هتطلع على طول ان شاء الله. طيب انت بتعمل ايه للحمام وبتاكل الحمام ايه؟ انا باكل الحمام الكلفه المتوازنه اللي هسيب لك مكوناتها دلوقتي من فيديو عملته قبل كده عن مكونات الكلفه اللي انا ماشي عليها. ممكن هتقول حد تاني بياكل احسن او ملناش دعوه بحد، ده اللي انا ماشي عليها وماشيه معايا كويس. طيب ايه بقى المكونات بتاعتنا؟ شوف بقى يا سيدي، يبقى 5 كيلو دور حمام، 2.5 غله، 2.5 دور اصفر، 2.5 دول الغله و2.5 دور اصفر علشان برضو توفر معاك شويه. كيلو ونص فول، فول حمام، وكيلو ونص بسله، البسله الخضراء دي ما تجيبش اللي هي النوع الاصفر، النوع الاخضر ده اللي هي مجفه برضو بس هي لونها اخضر كده. ده اللي احنا بنعمله للحمام. هتحب نحط عليهم ايه بقى الاضافه؟ طبعا طول السنه ده ما تمنعوش ابدا، ثنائي فوسفات الصوديوم، معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره على 5 كيلو من الكلفه بتاعتنا. تمام، دي الحاجات اللي ما بنبطلهاش طول السنه، طبعا لاكل ولا ثنائي فوسفات الصوديوم زائد اللي هو التحديق. التحديق اللي هو البلدي ده بيتباع تقريبا الكيلو ب2 جنيه عند اللي بيبيعوا من الكلفه بتاعت الحمام. اهم شيء فيه العنصر الاساسي فيه اللي هو محار البحر او القواقع اللي هي المطحونه او الصدف اللي هو المطحون ده، سميه زي ما تسميه، اهم حاجه اللي هو فيه محار البحر ده، ده اللي هو التحديق ده. ليه بقى؟ لان ده اللي بيكون الكالسيوم اللي بيحتاجه الحمام علشان البيض. جروفيت بلس 3 ايام في الشهر، سنتي 1 سنتي على لتر الميه لمده 3 ايام في الشهر، زائد سيلينيوم. اشتري سيلينيوم ازازه صغيره زي كده، هتجيب حاجه زي كده مثلا عبوه زي دي سيلينيوم، لا الا بقى يعني ايه سيلينيوم مستورد، تستخدمه 1 سنتي لمده 3 ايام. زائد ان انت برضو هتستخدم يعني مثلا دي 3 ايام وبعدها جروفيت بلس 3 ايام، لكن مش ورا بعض، مش لازم ورا بعض، يعني تستنى اسبوعين وتاتي 3 ايام جروفيت بلس، يبقى كده 3 ايام من ده و3 ايام من التاني، حاول تفرق بينهم مثلا اسبوعين. اشتري عبوه صغيره، تشتري عبوه كبيره، اللي يكفيك يعني على حسب انت مربى قد ايه. كل الحاجات دي بتتباع بالسنت يا جماعه. ده اللي انا بعمله. لو في اي سؤال عايز تساله انا ما بتاخرش على حد في الرد، برد على كل الاسئلة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.